حلقة اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. نشرة أخبار اليوتيوبرز من تقديم إياد. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. كارولين شاركت تجربتها بالمشفى مع متابعينها بالفيديو الأخير بقناتها، أما جودي ومن بعد ما تعرض لحادث شارك هذا الفيديو على انستغرام من المشفى. سلام، طبعا أكثركم يعرف لما جات الإصابة من يومين، والإصابة كانت كسر في الترقوة، فكثير منكم قال لي كيف يا جودي جاتك الإصابة؟ عندي فيديو كنت أصوره بالصدفة وقت الإصابة، هذا هو الفيديو. من يوم ما نزلت لكم ستوري إنه جات الإصابة وصلتني رسائل مرة كثير يتحمدون السلام. أحب أقول لكم العملية إن شاء الله تكون بسيطة والإصابة ما راح تكون طويلة عشان نفسي المرة أسوي رياضة. يعطيكم ألف عافية على سؤالكم ودعواتكم، العملية بتنجح. من بعد غياب لمدة 3 أيام رجع فريد بفقرة الأسئلة اللي جاوب فيها عن مجموعة من الأسئلة المتابعين على ستوري انستغرام، اللي من بينها كانت بخصوص أغنيته الجديدة اللي عم يحضر لها. أوكي، هذا السؤال قاعد يجيني مرة كثير. الأغنية يا جماعة اللي مع نجم يمكن تطول يمكن تجي بسرعة، للحين ما أدري، بس قاعدين نجهز كل الأساسيات حقتها، بس باقي شيء واحد مهم قاعد نشتغل عليه، يعني ان شاء الله في خلال بس يمكن 3 أسابيع نعرف ايش بيصير. اوكي يا جماعه، هذا راح يكون اخر سؤال اجاوب عليه اليوم عشان ما ابغى اكثر ستوريات وزي كذا. المهم، اسم الاغنيه اسم جدا بسيط بس ما اقدر اقوله عشان ما حد مثلا يسرق او يسوي اغنيه على اسمه، بس الاسم معناه واحد في كل الدول ومره ديب. من بعد اعلانه عن عمله على اغنيته الاولى، شارك رضا الوهابي مجموعه من الستوريات على انستغرام من كواليس تسجيل الاغنيه، حيث كان اخر يوم تسجيل لينطلق لتصوير الفيديو كليب بالايام المقبلة. دابا بصفة رسمية نقدر نقول لكم رسميا تسناو اغنيتي مع الطاقم اللي ورايا دابا، الكتابة، الالحان، التوزيع. شوف شي حاجة شنو؟ يلا تسناو شي حاجة قريب. دابا صافي غندخلو، ها هو المايك، دابا غنسجلو هاد الاغنية ونتهناو منه وجاي الفيديو كليب. شوف شوف شكنقول لكم شي حاجة واعرة، فشي حاجة غتكون واعرة.